بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من الشارع العربي من بيروت، ورحب بضيفي دكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا في هذه الحلقة. طبعا سمير جعجع أحد زعماء لبنان خلال زمن الحرب وزمن السلم، وهو اليوم رأس حربة فريق 14 من أذار، الفريق الذي قام بثورة الأرز، الثورة التي سبقت ثورات الربيع العربي. لبنان البلد السباق في محيطه، لم تغب عنه المخاطر ولا التدخلات الخارجية بشؤونه من البعيد في أوقات ومن القريب في كل الوقت. قدر لبنان أن يقع بين بلدين، الأول عدو بحكم تركيبته التمييزية والعنصرية المعاكسة للمجتمع اللبناني المتنوع والمتعدد، أما الجار الثاني فهو شقيق لا تتوقف رغباته بضم لبنان إلى تركيبته الشمولية، يخاف من حرية اللبنانيين ومن فوضاهم وديمقراطيتهم الفريدة بخصوصيتها، ديمقراطية محاطة بنظام محاصصة طائفية يتيح لكل طائفة ممارسة عباداتها بحرية تامة في دولة هي مؤسسة تدير العلاقات بين مؤسسات الطوائف التي لم تغلب بعد المصلحة الوطنية العليا على أي مصلحة أخرى بالنسبة لها. أهلا وسهلا فيك دكتور جعجع. أهلا فيك وشكرا لاستقبالك للفريق بمعراب. منبلش فورا، اليوم 14 آذار يصعد، ماذا يريد من هذا التصعيد؟ بالحقيقة لا يصعد، 14 آذار اليوم يطلق صرخة وجع. يعني بالست أشهر الأخيرة تعرضنا أقله لثلاث محاولات اغتيال، للأسف الأخرى من بينها كانت قاتلة وأصابت اللواء وسام الحسن الذي كان رئيسا لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الذي هو أحد الأجهزة الأمنية والذي كان أكثر فعالية في السنوات الماضية. من سنة 2005 حتى اللحظة 25 محاولة اغتيال واغتيال وتفجير، طالت قيادات وصحفيين ومفكرين وأشخاص من 14 أذار، وبالتالي وكأنها حملة لإبادة 14 أذار. ماذا تريدين أن نفعل لمواجهة هذا الواقع؟ بعد اتفاق الدوحة خيل إلينا للحظة أن الفريق الآخر وكأنه أقلع عن هوايته المفضلة بالاغتيال السياسي. أنت مصر أن الفريق الآخر هو اللي عم بيقوم بهذه الاغتيالات؟ من إذا؟ في قضاء وفي قانون وفي أدلة لم يظهر منها شيء حتى الساعة. الأدلة الوحيدة الموجودة هي ما صدر عن الادعاء العام في المحكمة الدولية وما تبين في محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب التي جرت منذ حوالي الشهرين. يبقى أن هناك 25 عملية بالوقت الذي أنه في لبنان عمليات الجرائم العادية البسيطة تكتشف بأكثريتها الساحقة، يعني بنسبة يمكن 97-98% فقط. عمليات الاغتيال أو محاولات الاغتيال التي تطال قيادات من 14 أذار أو مفكرين أو صحفيين لا يكتشف أي شيء منها باستثناء المحكمة الدولية وما تبين على أثر محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب. طب ولكن دكتور اليوم حسب الله بيقلك هي ما مشكلتي، الاتهام تبع المحكمة الدولية بيقول هو اتهام سياسي مركب لدور المقاوم لدور الإقليمي ودور الدولي. نحن ليس هذا رأينا. المحكمة الدولية محكمة دولية اسمها عليها، محكمة دولية فيها حوالي 100 قاضي ومحقق من 30 دولة، ولا أعتقد أن 30 دولة يعني من بينها دول محايدة جدا. طبعا ليس هنالك من قضاة أو محامين أمريكيين، هناك أوروبيين من بلجيكا أو من إيطاليا أو من النمسا من تركيا ومن غيرها من الدول. لا أعتقد أن هناك مؤامرة دولية من هذه الدول مجرد لتركيب شيء ما على حزب الله، والإضافة إلى أن قضاة المحكمة الدولية هم من أكبر القضاة المشهود لهم بكفاءتهم وعدالتهم ونزاهتهم في بلدانهم تحديدا، من كندا حتى إيطاليا ومن النمسا حتى تركيا، وبالتالي لا نصدق هذه المقولة. فإذا أليست هذه حرب إبادة على 14 أذار؟ لماذا تصعد 14 أذار؟ ليست 14 أذار التي تصعد، إن من يقوم بعملية الاغتيال هو الذي يصعد ويخترق اللعبة السياسية ويخلط الأوراق بطريقة عنفية لا علاقة لها بالعمل السياسي. كل ما نريده في الوقت الحاضر وما تسمينه تصعيدا
هو مجرد في محاولة لإيقاف آلة القتل. طب اليوم حزب الله يعني سمعنا حسن نصر الله عم بيقول بخطابه اللي كان اللي انت رديت عليه بعده، عم بيقول لو تم اتهام حزب الله من احد فرضيات باغتيال وسام الحسن كان قبل، بينما اليوم انت تحديدا من كل 14 اذار خرجت بسرعه دكتور جعجع، قلت هو حزب الله هو اللي تم الاغتيال وفقط، استبعدت اي نظريات اخرى، بيقول لك هناك اعداء اخرين، هناك مستفيدين اخرين لاغتيال وسام الحسن، وعفوا وقال انه هدفك من هيدا هي اثاره الفتنه، لانه انت بتعرف اليوم الوضع كله متشدد متأزم، فتنة سنية شيعية في كل مكان، المنطقة كلها يعني ليس فقط في لبنان، وانت تخرج في هذه اللحظة لتتهم اتهام متسرع كما قالوا. يعني اولا لست وحيدا من اتهم الفريق الاخر، دعني يعني اضعها في اطارها الصحيح، اقول الفريق الاخر الذي يبدأ بطهران ولا ينتهي عند شواطئ البحر الأبيض المتوسط، هلأ كيف هي موزعة الأدوار بين طهران ودمشق وحلفائهم في لبنان هذا شأن آخر لا نستطيع يعني دراية تفاصيله إلا بعد التحقيقات، ولكن على سبيل المثال الحصر عندما تستعرضين كذا عملية اغتيال ومحاولات اغتيال، في البعض منها في بعض هذه العمليات تبين من له علاقة في التحقيقات التي جرت، ومن ثم تشاهدين عملية تستعرضين عملية كعملية سماح المملوك، حيث كانت أجهزة المخابرات السورية حملت الوزير السابق للأسف اللبناني ميشيل سماحة كمية من المتفجرات ليفجرها في أهداف معينة، أيضا مناطق تعود ل 14 أدار، يعني شعبيتها تعود ل 14 أدار أو في قيادات ل 14 أدار. ماذا تعتقدين؟ يعني ما هو التحليل؟ ليس التحليل، الاستنتاج المنطقي الوحيد. يقول السيد حسن نصر الله لماذا لا تستطردون أنها إسرائيل؟ لأن الشهيد وسام الحسن قد كشف 35 شبكة تجسس إسرائيلية، والحمد لله أنه من بعد أن استشهد اللواء وسام الحسن يعترفون له بهذا الأمر بالوقت الذي في حياته كانوا يهاجمونه ليلا نهارا. أوكي، لماذا لا تفترضون إسرائيل؟ أوكي، إذا افترضنا أن إسرائيل فرضية في عملية اغتيال لواء الشهيد وسام الحسن، ولكن هل نستطيع أيضا افتراض إسرائيل في محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب؟ هل الشيخ بطرس حرب كان أيضا يفكك شبكات إسرائيلية، أو في محاولة اغتيالي أنا، أو اغتيال وليد عيدو، أو أنطوان غانم، أو بيير جميل، أو جبران طويني؟ لهذه الأسباب نقول الفريق الآخر. مثلا في قضية اغتيال جبران طويني تبين أن هناك وثيقة عرضتها إحدى الفضائيات العربية، وثيقة تسربت من أحد أجهزة المخابرات السورية تقول فيها على أن حزب الله كان له علاقة، ليس أنا من نقول ذلك، بل هذه الوثيقة في المحكمة الدولية المحقق العام في محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب التحقيقات التي جرت. يعني مضروري أن يكون 25 عملية يقف وراءها واحد، يعني ربما حزب الله متورط في بعضها، ربما إسرائيل في بعضها، ربما النظام السوري في بعضها، يعني دائم هل يمكن أن يكون هو طرف واحد، خصوصا أن اليوم في حدا بيقول لك تحديدا اغتيال وسام الحسن قد يكون رد على طائرة أيوب، بمعنى أنه اليوم أكثر شيء معقول يؤذي حزب الله من قبل إسرائيل هو توريطه بمشكلة داخلية، بوحل داخلي. ولا أنا لست مع هذه النظرية، أقله حتى إثبات العكس. ولكن 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 إذا أخذنا هذه 25 عملية، هل هي صدفة أن تكون كلها يعني تستهدف قيادات من 14 أدار؟ إن هل هي صدفة أن إسرائيل تستهدف قيادات من 14 أدار وسوريا تستهدف قيادات من 14 أدار ولا أدري أي فريق دولي كما يحاول؟ هو غبا أيضا، يعني أيضا المجرم دكتور، هيدا سؤال أي حدا يعني بسمع لازم يسأله براسه اليوم، هل المجرم غبي لهالدرجة إنه هو بيستهدف نفس العدو، عدو السياسي؟ يعني بالوقائع تبين كذلك، بالمنطق ليس كذلك، ولكن بالوقائع تبين كذلك. ولكن بأي شكل نستطيع أن نفسر أن فريق سياسي ل14 أدار يجري اغتياله ومحاولة إزاحته عن المسرح منذ العام 2005؟ في علم الجرائم بشكل عام أول سؤال يسأله أي محقق جدي، من هو المستفيد من الجريمة؟ بالضبط، من هو المستفيد من إزاحة فريق 14 أدار عن ساحة في لبنان؟ ولا نستطيع ولا يجب ونكون نرتكب خطأ منهجيا كبيرا إذا أخذنا كل عملية بحد ذاتها.
يجب أن نرى الصورة بأكملها منذ محاولة اغتيال مروان أحمدي واغتيال رئيس رفيع الحريري حتى اغتيال وسام الحسن. كل هذه العمليات طالت فريق سياسي واحد في لبنان له رأي واحد ويواجه فريق آخر. من هو المستفيد؟ كيف أستطيع أن هل إسرائيل تريد أن تطيح بفريق 14 دار في لبنان؟ هل أمريكا؟ من أي عدو للبنان اليوم بيستطيع استهداف قيادات 14 من أذار أنه بيعرف أنه اتهام جاهز للفريق الآخر اللي أنت بتسميه؟ أنا رأيي مدام هذا تحليل نظري ولا يوجد أي شيء يدل عليه، كل الدلائل التي توجد هنا وهنالك إن في المحكمة الدولية أو في محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب أو في اغتيال جبران تويني تشير إلى فريق واحد هو الفريق الآخر، ولا يوجد أي شيء يدل. سأقول لك شيئا، أجهزة المخابرات في لبنان بشكل عام يعني حزب الله والنظام السوري يعني لديه، دعيني أقولها بشكل لطيف، لديه تعاون وثيق معه، بالإضافة إلى أن جهاز أمن حزب الله بالذات هو جهاز أمن قوي. من بين 25 عملية إذا افترضنا أن إسرائيل أو أمريكا أو ذلك أو تيكا أو 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 هذاك يقفون وراء هذه العمليات، ألم يستطع أي جهاز من هذه الأجهزة أن يكشف أي شيء عن أي واحدة من هذه العمليات بالوقت الذي أن 35 شبكة تجسس إسرائيلية اكتشفت في العامين الماضيين وهناك 135 موقوف، وعلى سبيل المثال للحصر 135 موقوف بتهمة التعامل مع إسرائيل و35 شبكة ولا واحد منهم عند أي علم بأي عملية اغتيال من عمليات التي صارت أو محاولة الاغتيال، على ماذا يدل ذلك؟ طب هل تنفي اليوم أنه إسرائيل تستطيع أن تضغط على بشكل أو بآخر بنفوذها بالعالم، تستطيع أن تضغط على المحكمة الدولية، تستطيع أن تحارب حزب الله بالمحافل هناك؟ ليست كل الاحتمالات الواردة نظريا واردة عمليا، كل شيء نظريا وارد. طب كمان المتهم بريء حتى تثبت إهانة، حتى تثبت عال جاي المحاكمة بأدار هذا حتى تثبت براءته، أنا معي. وإذا لم يدانوا؟ إذا لم يدانوا نقول أنهم لم يدانوا ولا علاقة لهم. وإذا أدينوا ماذا نقول؟ ولكن الافتراض بأن إسرائيل بعلاقاتها الدولية تستطيع الضغط على قضاة المحكمة الدولية، لأن المحكمة الدولية ليست دولة أجنبية، هي مجموعة قضاة من مجموعة دول، يعني خدي بالمار مثلا كان من أهم المدعين العامين بكندا، هل تستطيعين قول لي أن جاءت إدارة إسرائيل طلبت من أمريكا وأمريكا ضغطت على بالمار دانيال بالمار لكي يصدر قراره اتهامي بالشكل الذي أصدره فيه؟ ولا لا أستطيع أن أصدق حتى أثبت العكس. كل هؤلاء قضاء يعني اليوم بآخر حياتهم المهنية. دكتور جعجع عم بيقول خلونا نشوف اللي أقرب على الأرض، اللي أقرب على الواقع من أنه نحكي بفرضيات أبعد. خلينا نشوف أول شيء ما تبين من أدلة حتى الآن، ولقد عددت لك ما تبين من أدلة ولم يتبين أي دليل بخصوص أي طرف آخر. طب عندي سؤال، جنبلاط اتهم النظام السوري بس ما ذهب لاتهام حزب الله، ليش برأيك؟ لأنه يريد أن يتجنب مشكلة داخلية. وأنت ما بدك تتجنب مشكلة داخلية؟ أنا رأيي تجنب المشكلة الداخلية يكون بطرح الأمور على سجيتها على حقيقتها. اليوم عم بتجنب جعجع أم عم بيولع مشكلة داخلية تحديدا بعد الذي يولع المشكلة الداخلية هو الذي يقوم بعمليات الاغتيال صراحة، والذي يساهم بعدم كشف حقيقة هذه العمليات. إذا أردنا أن نبدأ من جديد في لبنان علينا بادئ ذي بدء إيقاف آلة القتل وكشف من يقف وراء الجرائم التي حدثت. لا يستطيع أحد أن يقنعني أن 25 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال وتفجير لا أحد يعرف عنها شيئا، بالوقت الذي أن جريمة عادية في لبنان مثلا في الأسبوع الماضي كان عندنا جريمة عادية في جوني للأسف قتل شاب يدعى رولون شبير، خلال 24 ساعة اكتشف من هو قاتله وقبلا يعني كل الجرائم العادية تكتشف إلا الجرائم التي لها علاقة باغتيال وإزاحة قيادات 14 دار عن الساحة. هل هذا معقول؟ اليوم هيدا المطلب تعتبره أمر سياسي أم أمر مبدئي؟ هيدا أمر وجودي، هذا لن أمر تتراجع بديل. طبعا يعني باستمرار آلة القتل لا حياة سياسية جدية، كل ما يقال عن حوار وغير حوار وحكومة وتشكيل حكومة لا حياة سياسية جدية بوجود آلة القتل وهي تتحرك. اسمح لي روح على إعلان دكتور جعجع. إعلان مشاهدينا، نتابع معكم الوضع الإقليمي، الجوار حول لبنان وتأثيره على الداخل مع دكتور شاشة. كيف شايف الوضع بسوريا رغم روسيا والصين؟ طبعا رغم سوريا أنا أعطيك مثال بسيط، كوزوف جملة بشكل أوضح اليوم أخذ هذا الموقف حماية للطائفة الدرزية
أم حماية لمصلحة الوطن؟ هذا البرنامج برعاية لكسس إن إس 2013 استثمار مذهل. عام 1983 اقترح السيد إيجي تويوتا رئيس شركة تويوتا فكرة طموحة لم تخطر إمكانية حصولها على بال الكثيرين حتى في شركته، وبعد 6 سنوات من التطوير كانت النتيجة سيارة أذهلت العالم، لكسس LS. امتازت بأول مصابيح LED، أول ناقل حركة أوتوماتيكي ب8 سرعات، مع وضعها معايير جديدة لبراعة الإتقان، وفازت بالعديد من الجوائز طوال مسيرتها. والآن تتجلى LS بمزاياها الفريدة لتستمر أسطورة في صناعة السيارات الفاخرة. لكسس LS 2013 إبداع مذهل. شغلي أيونات براون للمعان يتألق حيوية. ستن هير 7 مع تقنية أيون تيك، تقنية تصفيف الشعر الأكثر صحية. ستن هير 7 مع تقنية أيون تيك فقط من براون. غسيل الصحون الرائد في العالم والاسم الذي تثقين به لوكس بروجريس. استمتعي بسرعة إزالة الدهون مع تركيبة لوكس صلايت الجديدة بعصير الليمون الحقيقي. قبل كل سبق أنا بحاجة لأمرين: الموسيقى والثقة حتى حقق الفوز. لازم ريح راسي حتى خطط لكل حركة، كل لفة وكل نفس. لما بتزيل القشرة من راسك بتزيد ثقتك بنفسك. Head and Shoulders 100% من دون قشرة، لأنه الفوز بيبدأ من الراس. This will be your night. Buffy Buffan, the new fragrance. أروي الحياة، تلك رسالتي، سبب وجودي وغاية أهدافي. أروي الجسد، أشبع الروح. اللي أروي بالصحة صحتكم، بالقليل من الصوديوم أضبط إيقاع الحياة، حياتكم وحياتنا. بالماء تستمر الحياة. أروى مياه قليلة الصوديوم تروي حياتكم. أسباب كتير ما بتتوقعيها بتسبب ريحة العرق. احمي نفسك واستخدمي ريكفونا كل يوم. استخدمي ريكفونا كل يوم مش رح تخذلك أبدا. صالح حبيبي أقعد أدرس ثاني. ياك الخير، خيرين، شاطر زي أمك. صالح معلقة واحدة اتعلمي شطارة أمك. تزودي ياك الخير، خيرين. تعرف ان الشطارة في الغسيل في علبتين مسحوب؟ يعني زيادة الخير خيرين. عندك شفتين وفين الشطارة؟ سيفونك، لأنه علبة نظف قد علبتين من المساحات الرخيصة في الغسيل بس زيادة الخير. سيفونك ماما مفروض يكون شكلها كده. سيفونك نظف ريحة توفير. توم شعري خشن وغير لامع، فيك تلاقي لي طريقة لصلحه؟ نعم، بلسم تنصلك المغذي الجديد رح يعيد إصلاح شعرك ليخليه لامع وناعم. نطلع لشعر لامع رائع كل يوم. جديد من سانسيل بلسم مغذي. طول اليوم يلا لازم اعيدهم، لازم اشيك ما يحتاج.
ساعة طول اليوم جديد أولويز يومية. هذا البرنامج برعاية لكسس ال اس 2013 اتجاه مذهل. أهلا بكم جديد، ما زلنا في بيروت والشارع العربي. اليوم يلتقي رئيس القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع. دكتور، هل مصير وقدر المسيحيين اليوم أن يبقوا منقسمين على خط الأزمة والتوتر السني الشيعي؟ هذا ليس توصيفا دقيقا لوضع المسيحيين في لبنان، نتكلم في الوقت الحاضر، لأنه قبل حتى التوتر السني الشيعي يعني بشكل تاريخي في لبنان، دائما كان المسيحيون انطلاقا من اللعبة السياسية فعلا الديمقراطية كانوا حزبين، يعني بدءا من الدستوريين والكتلويين مرورا بالشمعونية والشبية ومن ثم حلف ونهج إلى آخره إلى آخره. والآن يعني 14 و8 أدار أو قوات وتيار وطني حر. هذا الانقسام السياسي يعود إلى الفرق بالنظرة إلى الأمور، يعود إلى الفرق بالنظرة إلى التحالفات، ويعود إلى الفرق بالنظرة إلى لبنان ككل ودور المسيحيين فيه بكل بساطة. فهذه فروقات سياسية، هذا ليس انقساما بالمعنى الانقسام العائلي ولا العشائري ولا القبائل. بس اليوم في محورين منقسمين. صحيح. صحيح، على أسس سياسية. أسس سياسية برأيك، وليس على أسس مناطقية. لا، عم بحكي على انقسام السني الشيعي. أبدا أبدا أبدا. هلا للأسف وكما يقال بالإنجليزية يعني أوفر جرافتد على الخلاف السياسي جاء الخلاف السني الشيعي. ولكن ما هو الخلاف اليوم في لبنان بين 8 و14 دار؟ وعلى سبيل المثال الحسن، هناك في 14 دار مسيحيين سنة شيعة وغير طوائف، وهناك في 8 أدار مسيحيين شيعة سنة وغير طوائف ولو بنسب متفاوتة. فإذا كل الطوائف موجودة في هذين التحالفين. ما هو الفرق؟ فرق نظرتين مختلفتين بالأمور تماما. نظرة 14 للأمور هو بوجود دولة لبنانية مركزية قوية تعمد إلى على صورة ومثال اتفاق الطائف، تعمد إلى مسك الوضع في لبنان وإدارة اللعبة السياسية تحت ظل القانون. فريق الآخر انه اوكي، يقول لك بوجود دولة لبنانية ولكن بالشكل مع احتفاظ بالقرار الاستراتيجي لحزب الله بالمشاركة مع النظام السوري وإيران. هذا فرق هائل جدا، والاصطفافات السياسية تجري على هذا الاساس. بس هو السؤال عن المسيحيين تحديدا اليوم، لانه يعني الشيعة هما 90% منهم وراء حزب الله في كتلة اقل قليل. طيب، مهم 89 مر لنا يا 85. والسنة كمان 90% وراء تيار المستقبل. كمان رح مرق لك كمان مرق لي هيدا ما كثير بدك تعطي عليها 75% صراحة 75% خلينا اوكي نقول. بينما يعني كتلة كبيرة مقابل كتلة كبيرة. صحيح. بينما المسيحيين بدون 50-50 بدون كتلة. بل 50-50 هلا يجوز ذلك؟ سأبت هيك هلا ما عم تضل هيك، يعني تباعا ينتقل رأي المسيحي من فريق 8 إلى فريق 14 أدار. مثلا بدأنا سنة 2005 فريق 8 أدار المسيحي كان 70%، فريق 14 أدار المسيحي كان 30%. الآن فريق 14 أدار أكثر من 50% بقليل، فريق 8 أدار أقل من 50% بقليل. ما كان فيه المسيحيين يلعبوا دور كتلة كاملة بالوسط، جسر حوار بين هالكتلتين؟ مدام ببعض الأوقات يجب على الإنسان أن يكون له رأي واضح بالأحداث، أنه في لبنان نقول لا تستطيعين أن تلعب دائما دور أبو ملحم بمعنى أنه هذا الشخص الذي يحاول دائما الإصلاح بين كافة النظريات الموجودة أو الخلافات الموجودة والأشخاص الموجودين. هذا ممكن أن يسعى على مستوى قرية، الخلافات بسيطة عادية صغيرة. لا طبعا أنا ما عم على مستوى بلد بكين له، هو بلحظة توتر قاسية مثل اليوم حادة. نعم. من الممكن أن يكون دور وسيط، دور يعني يلم الموضوع خوفا من انفجار أزمة كبيرة بين السنة والشيعة. إيه، بس رئيس الجمهورية هو من يلعب هذا الدور، المؤسسات الدستورية هي من تلعب هذا الدور. ولكن وجود توتر سني شيعي لا يمنعك من أن يكون لديك نظرة معينة للبنان ولو كانت لا تتلائم مع نظرة السنة
اولا كانت تتلاءم مع نظرة الشيعة في لبنان. هي ليست مشكلة سنة شيعة بالنسبة لنا، هي مسألة نظرة الى لبنان. اذا كان لديك نظرة معينة ومشروع معين للبنان وكان يتناقض مع الحزب الشيعي الاكبر الذي هو حزب الله، أتغيرين بنظرتك للأمور فقط لتبقين في الوسط؟ لا، هذا ليس بمنحنى السياسي صراحة. نحن نأخذ موقفنا السياسي بغض النظر عما إذا كان يرضي الشيعة أو السنة، نأخذ قناعاتنا في لبنان وبكافة الأحوال. دعيني أقول لك شيئا، أن نظرتنا الحالية للأمور هي النظرة المسيحية الكلاسيكية التقليدية للأمور في لبنان منذ عهد الاستقلال وحتى اللحظة. هذه هي كانت النظرة ونحن نتابع فيها، ولسنا طرفا لا بالمشكلة السنية ولا بالمشكلة الشيعية بل بهذه النظرة. طب انت فرضت انه انت لحتى تقدر تلعب هذا الدور بدك انت تغير، ما فيك تجيبه لعندك؟ يعني تلعب دور تجيب ايديولوجيا بلحظة ما بصيغة جديدة تحت عنوان مصلحة الوطنية؟ يعني نحن يعني تمكننا من جلب قسم كبير من الرأي العام المسيحي الذي كان يؤيد فريق ميني أدار المسيحي كما قلت لك منذ لحظة، ونحن نتابع. لا تستطيعين أن 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 تجلب القيادات، تستطيعين أن تربح الرأي العام. طب جنبلات ليش أخذ هذا الدور؟ أنا برأيي انطلاقا من الريال بوليتيك يلي بحب هو يعني يتأيد رغماتية فيها، المعروف فيها يعني يحاول أن يتجنب المشكلات. ولكن أنا رأيي تجنب المشكلات يؤدي إلى الواقعية السياسية. صحيح، ولكن برأيي بعض الأوقات تجنب المشكلات يؤدي إلى تفاقمها وليس إلى حلها. لكي تستطيعي حل المشكلة يجب الاعتراف فيها، يجب طرحها كما هي بدون مواربة ولا تغطية، بنفس جيد جدا وإيجابي جدا بغية الوصول إلى حلها. ولكن مسايرة المشكلات ومسايرة الفرقاء الذين يقفون وراءها والتكتم عليها والمواربة لا يؤدون إلا تفاقم هذه المشكلة. طب رأيك جملات بشكل أوضح، اليوم أخذ هذا الموقف حماية للطائفة الدرزية أم حماية لمصلحة الوطن بالنتيجة البلد؟ ولا لا أعتقد أن مصلحة البلد تقتضي بمثلا ترك الأحداث على عواهنها، عدم قول الحقائق كما يؤمن بها الإنسان. بكافة الأحوال يعني تستطيعين أن تطرحي كل هذه الأسئلة على جنبات بالذات. بس أنا برأيي أن المصلحة الوطنية العليا تكمن في أن نكون إلى جانبها كل الأوقات بدون خوف ولا وجل. لبنان اليوم على ضوء سوريا، أول شيء خليني أفهم منك كيف شايف الوضع بسوريا؟ أنا رأيي الاتجاه لا عودة عنه، اتجاه والتاريخ لم يعد يوما إلى الوراء ولن يعود. وضع في سوريا ذاهب إلى سقوط هذا النظام. هل متى؟ هذا هو السؤال الكبير. صراحة أشعر في مكان ما برغبة في بعض المرجعيات الدولية بترك الأمور في سوريا على عواهنها، إنه مش مشكلة إذا 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 كفوا هيك طالما إنه لسنا ندري من سيكون النظام البديل، وليست مشكلة إذا لم تعد سوريا كمية استراتيجية في هذا الشرق. واتركوهم يعني إنه هن بيركبوا أمورهم بأمورهم في مكان ما. يعني وين؟ أمريكا عم نحكي؟ يعني لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه المسألة لأنه هي مجرد انطباع، ولكن أعتقد أن هناك تباطؤ يعني دولي. إذا أمريكا قررت اليوم تسقط النظام الأسد تستطيع بسرعة مثل ما كنا عم نسمع المعارضين السوريين كل وقت يقولوا خلال شهر وشهرين؟ أنا رأيي لو في إرادة دولية واضحة نعم. يعني رغم روسيا والصين؟ طبعا رغم سوريا. أنا أعطيك مثال بسيط، كوزوفو صربيا ضد روسيا والصين، لأنه تعرفين العلاقة بين روسيا وصربيا. بس كان وضع روسيا تعبان وقتها يعني. شو هلا أحسن بكثير؟ إنه هلا أقل تعبا بس إنه مش بكثير بكثير. فأعتقد إنه بوجود الإجماع العربي الذي هو موجود على القضية السورية، الموقف التركي ليس بقليل في المنطقة، وبالتالي الموقف الأوروبي واضح جدا شو هو، ونظريا الموقف الأمريكي، لو هناك نية أعتقد أنهم سيجدون 100 طريقة لتسريع الأحداث في سوريا. ولكن للأسف كما قلت لك لدي انطباع بأنه في مكان ما ومش من قبل الجميع، في بعض الزوايا الدولية أنه فلنترك سوريا تتدمر. شو الهدف؟ الهدف ضعف يعني عدم ترك سوريا كمية استراتيجية. هي بشو بتزعجهم إذا كانت كمية استراتيجية اليوم سوريا؟ بهذا النظام أو بغيره؟ ممكن عم بيفكروا انه لا يعرفون من سيكون النظام البديل.
وبالتالي إذا أجى نظام بديل معادي وسوريا كمية استراتيجية يستطيع الإيذاء أكثر. بينما إذا أجى نظام سياسي، أنا هذا ليس برأيي، يعني أنا لا أعتقد أن هناك نظاما سياسيا متطرفا سيحل في سوريا مكان النظام الحالي. أنا أعتقد أنها ستكون لعبة سياسية ستأخذ الكثير من الوقت، لا شك لدي، يمكن 3-4-5 سنين، يمكن 10 سنين تأخذ، وسيأتي نظام ضمن حدود المقبول. إنه المجتمع السوري بشكل عام ليس بعيدا جدا عن المجتمع اللبناني، وبرغم كل تعقيدات الوضع في لبنان إنه تستطيعين الحكم على طبيعة النظام في لبنان ما هو، ولكن في بعض الزوايا هيك الدولية أعتقد أن هذا هو التفكير وللأسف. لو أن هناك إرادة دولية ونية دولية جدية لكانت انتهت الأزمة السورية منذ شهر واثنين وثلاثة وأربعة، ولكانت تنتهي خلال شهر واثنين وثلاثة وأربعة، ولكن بوجود هذه النية لا نستطيع تحديد الوقت. بدي عندي بعض الأسئلة من الصحفيين والكتاب دكتور جعجع. في عندي سؤال من لقمان سليم الكاتب والناشر المعروف، يقول بأنه يذكرك باعتذارك في ملعب جونيا باسم القوات عن ممارسات الحرب، ويسأل عن رأيك بسياسة العفو بعد الحرب عن المتحاربين، ويشير إلى استفادتك من هذا القانون كما غيرك. هل ترى أن هذه سياسة نافعة؟ خلينا نحضر مع بعضنا لو سمحت. سمير جعجع شخصية خليني أقول أحيانا كتير يبدو وكأنه بتعيش من عفو الآخرين عنا. سؤالي لإله مرة تانية هو عن موضوع العفو. سنة 2008 بأيلول 2008 وقف سمير جعجع بملعب رياضي بجوني واعتذر باسم القوات اللبنانية عما ارتكبته خلال الحرب. هو على المستوى الشخصي استفاد من العفو اللي أقر بعض الطائف. هو بال2005 ظهر من السجن بقانون عفو. هل يظن سمير جعجع بأن ثقافة العفو يمكن أن تسير بلبنان وباللبنانيين قدما؟ دكتور شوابك بعد الفاصل. أوكي. لو سمحت فاصل قصير. حسن نصر الله تهجم عليك بخطابه. صحيح. أنت رديت له بالمؤتمر الصحفي وبالطريق بالمعية تهجمت على أعون. لا بحكي. المرة البشعة أو. لا لا عم لا لا عم بحكي عن. شو ذنبه؟ أروي الحياة تلك رسالتي سبب وجودي. وغاية أهدافي أروي الجسد أشبع روح لأروي بالصحة صحتكم بالقليل من الصوديوم أضبط إيقاع الحياة حياتكم وحياتنا بالماء تستمر الحياة أروى مياه قليلة الصوديوم تروي حياتكم. اختبرنا كريم دوز الجديد مقابل كريم جسم معروف، دوز بيمنحك تطيب مرتين أكثر، والمفاجأة الثانية إنه دوز أقل دهنيا من الكريم الآخر ودعا للإحساس الدهني وأحلى بالتطيب المضاعف. دوز الجديد، شوف الفرق بنفسك. اشتهر بقدرته وشدته على الطرقات الوعرة، سيرا يشق طريقه بحزم حتى عندما تنعدم الطرق. تصميمه الجريء له وقعه المهيب. جي ام سي سيارة 2013 يفرض سيطرته واثقا ليكون البيك اب الكبير العصري الاكثر مبيعا في الشرق الاوسط وصاحب الريادة الراسخة. جي ام سي يفرض هيبته. هل لديك شعر غير مرغوب فيه تودين اخفاءه؟ براون سكر كيك 5 تزيل اكثر الشعيرات لنتائج تعجز الحلاوة عن مضاهاتها. لترتدي أزياءك المفضلة متى أردت مع من تحبين. براون سيلك بيل 5 فقط من براون. تارا كان بي أسبوعين تكتمل فرحتي، فجأة انتبهت أنه ابتسامتي مش بيضة بالكامل، والحل كرافت 3 دي وايت ديلاكس بخلاصة اللؤلؤ الطبيعي ببيض وبنظف اسنين بكل نعومة وبيساعد على حميته من البقع الجديدة. الاسنين بيضة مثل اللؤلؤ بأسبوعين بس. هيدا اليوم رح يضل ذكرى لكل حياتي وابتسامتي كمان.
كومبريس 3 دي وايت ديلوكس بيرل. لما بتبتسم الدنيا بتضحك لك. فاتن تعال العبي معايا. يا ريت انظف الصحون الحين. فاتن وقعات خلي يدينك ناعمه. طول ما خير يدا بيد مع أوليلي يحافظ على جمال اليدين ويبقيها ناعمه. ويخلي الجلايه ناعمه. لا فيري نظفها وخلاها تلمع. بدالك تشيل روح اتعلم من فاتن. فيري بجمال أولي على الدهون فعال ويساعدك لتحفظي ليديك الجمال. معقول بطاريات دوراسيل تدوم اطول من البطاريات العاديه؟ جربنا الاثنين، كشافات مقابل كشافات في احد المباني، بينما كل البطاريات العاديه نفدت واحده تلو الاخرى، الكشافات مع بطاريات دوراسيل وحدها بقيت مضاءه. دوراسيل تدوم حتى 6 مرات اطول. وفر اكثر. قهوة؟ لو كان بإمكان قهوتك أن تعبر لك عما تحتاج لتصبح القهوة الأفضل لعرفت أنه نسلي كوفي ميت، فهو وحده بإمكانه أن يجعل قهوتك سلسة لذيذة وغنية بالكريمة، ولهذا هو الرفيق الدائم للقهوة. نسلي كوفي ميت، ما تعشقه القهوة. دلشي كمان بوفام بوام. مختلف الأطفال يحبون النوم بوضعيات مختلفة، ولكنهم جميعا يحتاجون لليلة نوم هانئ، ولهذا تحتوي بانكيرز نشاط وحيوية على طبقة سحب سريع تمتص البلل بسرعة عالية. إنها تحمي طفلك من التسرب طوال الليل وفي أي وضعية، فينعم بصباح جميل. بامبرز نشاط وحيوية. حفاضة بامبرز تعني ليلة جافة. لما بتربي بشرتك أهم شيء إنك ما تنسي ترتيب فروة راسك، لأنه جفافة بيسبب القشرة. شامبو هيد اند شولدر بزيت اللوز فيه 6 مرات أكثر من العناصر المرطبة، بيقضي على القشرة والجفاف حتى يصير شعرك أنعم حريري أكثر ومية بالمية بدون قشرة. هيد اند شولدر بزيت اللوز حناية مرطبة لفروة الراس. أمي غسلت كل ملابسي وريحتها حلوة ومنعشة حتى بعد 21 يوم، بتحسها كأنها انغسلت اليوم. أمي كيف سويتيها؟ عطر زيوت داوني يتغلغل بالقماش ويعطي انتعاش حتى بعد 21 يوم، ولسه ريحة ملابس جميل مرة حتى بعد 21 يوم. جديد جيلاكتف من بومب فلوريس لايت، كريم بومب الأول الذي يلائم بشرتك ويمنحها إشراقة خالية من البقع. جديد جيلاكتف من بومب فلوريس لايت لإشراقة خالية من البقع. كنت بتمشي على يدك؟ حتى لو كان ابنك يمشي على يده ولا يهمني، وحتى لو طبقنا الكم طبقتين كمان، تايد يذيب الأوساخ حتى في أصعب الأماكن مثل الأكمام، عشان يعطيك بيات تايد المضمون مهما يكون. ساعة وراجع مهما يكون بيات طيب أكون. أهلا بكم، هذا الدكتور سمير جعجع معنا في بيروت في هذه الحلقة من الشارع العربي. دكتور، قبل الفاصل استمعنا إلى سؤال عن العفو. أنت بالمؤتمر الصحفي اللي عملته يبدو كأنك عم ترجع تقول أنتو يعني أنا قررت أنه أطوي صفحة الحرب، بس يبدو مش ماشي. برأيك اليوم لو اللبنانيين بالفعل فتحوا صفحات ودفاتر الحرب كان بيكون اليوم الوضع أفضل؟ طبعا بيكون أفضل، بس خليني جاوب قبل على اللي سمعته من أستاذ لقمان سليم. أنا لا أشارك أستاذ سليم بنظرته للأمور. الحرب في لبنان على الأقل بجانب أساسي منها كانت حرب أهلية فعلية، يعني اشتركوا فيها بشكل أو بآخر كل اللبنانيين، والذين لم يشتركوا فيها يعني لا أريد أن أقول كلاما كبيرا، إما أنه لم يكن لديهم مكان فيها
وإما أنهم متخاذلين، لأنه حرب كهذه الحرب شملت كل لبنان، لم تكن بين 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 مجموعات إجرامية أو بين مجموعات مسلحين أو بين مافيات، فقد طالت الحرب، لقد هزت الوطن بكيانه. يعني كان هناك يعني خلاف عميق جدا في النظرة إلى الدولة اللبنانية وتركيبتها والنظام اللبناني والوجود الفلسطيني المسلح ومجموعة عوامل إقليمية ودولية أدت إلى ما أدت إليه. وبالتالي النظر إلى الحرب اللبنانية وكأنها مجموعة جرائم وكيف نعفو وغير نعفو، هذه النظرة غير واقعية وغير صحيحة. ممكن أن تصح لو أنه نحن كان عندنا بعض المافيات، وهالمافيات هذه مافيات تجارية أو مافيات مخدرات كما هو الحال الآن ونريد العفو عنها، هذا ليس صحيحا. لأنه إذا ذهبنا بمنطق الأستاذ سليم بالذات، يعني كل قيادات الصف الأول في لبنان كلها كلها على الإطلاق، يعني من السيد حسن نصر الله لوليد جنبلاط وما بينهما وقيادات الصف الثاني والثالث والرابع وأكثرية الأحزاب، كل الأحزاب اللبنانية عمليا، يعني من الحزب الشيوعي إلى الحزب القومي، لا قوات لبنانية لا حزب الكتائب لا حركة أمل لا حزب الشراكة، كلهم نخذهم ونحطهم بالحبس. مين بدل من الشعب اللبناني؟ لا يبقى أحد. يمكن أريح له شوية الشعب هذا شيء آخر مختلف تماما، ولكن لا أعتقد ذلك. أكبر دليل في لبنان هناك ديمقراطية حقيقة، لو كانت نظرة أستاذ سليم صحيحة كان يجب على الشعب اللبناني أن لا يعيد انتخاب تلك القيادات، بينما بالفعل تلك القيادات ما زالت تحوز حتى اللحظة على ثقة كبيرة لمجموعات كبيرة من الشعب اللبناني. يمكن لأنه من سمح لبدائل يجي دكتور، يعني اليوم أنت بتعرف أنه في عصب كبير بالشارع اللبناني بيقول ده خلقنا، هي نفس القيادات نفس العائلات، مع احترامي الشديد يعني أنا عم اتدخل بشأن داخلي بس أنا على الأقل هيدا اللي سمعته من وقت ما جيت لهلا عم حاول أسأل الشباب. خلونا نطلع من هالحلقة المفرغة. صحيح، لماذا لا يخرج التكرار؟ لماذا سبب وجودكم؟ غير صحيح، وكأننا نحن نقمع الناس. غير صحيح، هناك فريق واحد من اللبنانيين أنه من وقت لآخر يقمع الناس. ولكن أنا أريد أن أسأل كل هؤلاء، أليس هناك من انتخابات في لبنان؟ انتخابات جدية طبعا. لبنان سنة 2009 صارت انتخابات جدية جدا، كل العالم بيعرفها. لماذا لم يترشح، لم يتقدم الانتخابات نيابة؟ لماذا يؤسسون أحزابا؟ إذا كانت الأحزاب الحالية قد أصبحت أحزابا قديمة والقيادات هي نفسها قيادات من وقت الحرب وزهقنا منها ما بأبدنا إياها، لماذا لا يتقدمون ويطلبون من الشعب اللبناني تأييدهم؟ هذا يعني يمكن عم توقعوا بنفس المشكلة اللي كنتوا تنتقدوها بالبلدان العربية الأخرى، تحديدا مثلا كان في انتقاد لسوريا أنه نفس النظام والتوريث وغيره. اسمحي لي أنتوا تأتوا على نفس النموذج ولكن مكرر. اسمحي لي ستة بستة مكرر يعني. اسمحي لي أنت مش ابن يعني لا. أنت مش ابن عائلة سياسية ولكن اليوم حتى أنت زعيم أبدي للقوات. لا اسمحي لي يا سيد زينب، الأنظمة في الدول العربية كانت ماسك الوضع بالقوة، ما تخلي الناس تعبر عن رأيها. في لبنان أنت ترين بنفسك كم هي وسائل الإعلام، مما كان بيكتب على الفيسبوك بجرايد بالتلفزيونات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. حرية العمل السياسي، تستطيعين أن تشكلي حزبا سياسيا، هل تقدم أحد بشكوى أنه حاول أن يؤسس حزب سياسي ومنعه أحد في لبنان؟ أبدا. ولكن أن نقوم بمهاجمة الأحزاب الكبيرة، أنا لست مع الكثير منها طبعا، والقيادات الأخرى أنا لست مع الكثير منها، وأرى ثغراتها أكثر بكثير مما يراه بعض الآخرين، ولكن مجرد مهاجمتها وأنه لا يتركون لها مجال، ما حدا بيترك مجال لحدا. بيقولوا أنت تطلين الانتخابات على مقياسكم جغرافيا وسياسيا، في سلاح اليوم عند كثير من الفرقاء، ولكن ليس عندنا. بس أنا سأقول لك شيء آخر. سلاح اليوم؟ أبدا 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 أبدا. بس أقول لك شيء آخر، أنا من الأشخاص اللي خارج البلاد السياسي في لبنان، كيف وصلت إلى هنا؟ كيف؟ هل الآن يقولون في الحرب ما لأن الحرب ميليشيا أوكي طيب خلصها من الحرب، هلأ في ميليشيا؟ أبدا. مش العون مسلحين خارج النادي السياسي، مسلحين تيار المستقبل اللي شفناهم، الأسير اليوم بصيدا، في ميليشيات جديدة، مين متبناها بطرابلس؟ في سلاح بالناعمة. أول شيء تيار المستقبل ما عندهم مسلحين، في مسلحين عندهم سياسة قريبة لتيار المستقبل بينزلوا على الشارع، بس مش معناتها تيار المستقبل. بس المسلحين الآخرين الذين تتحدثين عنهم في طرابلس وهم بشكل أساسي من السلفيين، أو الشيخ أحمد الأسير، بكل احترام
أنا سأقول لك في 2009 تقدم البعض من الانتخابات النيابية على ماذا حصل في طرابلس على 1100 صوت من أصل 100,000 صوت. في صيدا هناك انتخابات خلال 6 شهور خليف قدموا أنه الرأي العام ليس مع هؤلاء المسلحين، نحن لسنا مع المسلحين والسلاح. طب مين دعمه اليوم يا دكتور يقدر ينزل على الشوارع يوم الاعتصام ويحرق يعني يحرق مناطق مثل ما هي؟ ضعف الدولة القائمة وقت الدولة بتسمح لفريق هو فريق حزب الله أن يتصرف على هواه وزوقه، وبالتالي كل مواطن لبناني سيسمح لنفسه مع أنه هذا خطأ وخطأ جسيم جدا نكون ندمر الدولة التي هي مشروعنا بأيدينا. كل مواطن لبناني بيسمح لحاله أنه يعمل ميليشيا هون ويعمل تجمع هون. إذا بتجي اليوم على شيخ عمد الأسير بتقولي بدي أخذك أنت المسلحين تبع بلك روح أخذي تبع حزب الله شو بتقولي لا هذيك مقاومة بلك ما أنا مقاومة أكثر منه. هذه المعضلة التي بات لنا 8 سنين من بعد انتفاضة 2005 عم نتحدث فيها. طالما هناك في سلاح في لبنان سيفرغ هذا السلاح في المدن والقرى وهذا شيء لا نريده، لذلك يجب وضع كل السلاح داخل الدولة اللبنانية في المؤسسات الدستورية وأن يصبح كل الناس متعادلون أمام القانون. طب اليوم الدولة اللبنانية ضمن المؤسسات الدستورية اللي رسمها الطائف هل هذا الاتفاق ما زال يسع يعبر لكل القوى الفعالة على الواقع في الواقع اللبناني اليوم؟ يعني طبعا ما زال برأيك؟ وإذا اعتقد البعض أيه؟ أنه لا يتسع لهم يكونون يرتقبون خطأ جسيم لأنه لا مكان لطائف معدل. فأما اتفاق الطائف وأما يذهب البلد في اتجاهات أخرى يعني في المجهول صراحة. سملاط بيقول سلاح حزب الله مقابل طائف جديد على الأقل هذا أمر مرفوض، هذا أمر يؤكد من جديد بأن هذا السلاح ليس سلاح مقاوم لأنه سلاح المقاومة لا يتعاطى بشؤون داخلية ولا يستعمل لتعديل معادلات داخلية وليس تحت وطأة السلاح سنقوم بتعديل أي معادلة داخلية. اتفاق الطائف يعني من بعد حرب 15 سنة تتوصل اللبنانيين إلى اتفاق الطائف من العبث بما كان محاولة العبث باتفاق الطائف. ما برأيك وصلتوا لطريق مسدود يا دكتور اليوم؟ صحيح نحن والحل. الطريق مسدود إما عسكري وحل سياسي اللي هو تعديل اتفاق جديد أبدا وغير مقبول الموضوع وإذا كان أحد يحاول فرض أمور بالقوة فليحاول. تقلي ليش غير مقبول؟ شو هو؟ تعديل اتفاق الطائف لأنه منكون مثل عم يفتح بندورة بوكس انه اذا طرحت التعديل على اتفاق الطائف ما كل فريق من فرقاء اللبنانيين ما حدا راضي تماما باتفاق الطائف والمطالب مطالب متناقضة وبالتالي سننتهي بلبنانان وثلاث لبنانات وعشر لبنانات ممكن يعني لا أحد يجب أن يكون من الحكمة أن يكون يعني أن يتمتع القادة الآخرون من الحكمة بما كان أن لا يلعبوا بموضوع اتفاق الطائف. تقوليني في طريق مسدود ما أوصلنا إلى طريق مسدود في الوقت الحاضر هو استعمال العنف والسلاح والاغتيالات في اللعبة السياسية اللبنانية في الحياة السياسية اللبنانية. لا حياة سياسية سوية مع الاغتيالات والقتل السياسي، يجب إيقاف الاغتيال والقتل السياسي قبل البحث بأي لعبة سياسية جدية. دكتور اتفاق الطائف اللي انت وافقت عليه وهلا عم بتدافع عنه أليس هو السبب بأنك دخلت على الحبس؟ لا السبب هو عدم صدق وعدم استقامة الأطراف التي كانت مفترض بها أن تطبق اتفاق الطائف إن كان داخليين أو خارجيين. هذا سبب لأنه سوريا من بعد ما أقر اتفاق الطائف وانشغلت أكيد الدول العربية بأمورها وراحت أمريكا من بعد حرب الخليج انشغلت بأمورها أقدمت على مصادرة اتفاق الطائف وعلى تطبيقه تبعا لما يناسب مصالحها وليس تبعا لما هو منصوص عنه في اتفاق الطائف. مثلا على سبيل المثال الحسن في اتفاق الطائف لا وجود لأي تنظيم مسلح بعد نهاية الحرب. لماذا أبقوا على حزب الله؟ يقول لك لأنه هذا مقاومة ضد إسرائيل. في اتفاق الطائف بالذات هناك نص كامل محطوط كيفية مواجهة إسرائيل والنص واضح جدا بالعودة إلى اتفاق الهدنة وبنشر الجيش اللبناني على حدود وليس بإقامة تنظيمات مسلحة لمواجهة إسرائيل. دكتور غسان حجار مدير تحرير صحيفة النهار سجل لك يعني تعليق ورقي إذا تسمح نسمعه مع بعضنا. لا شك انه سمير جعجع شخصية جدلية جدا، رجل خاض الحروب وعاش الحروب
ولكن الوحيد اللي دفع ثمن هذه الحرب بأنه قعد 11 سنة بالسجن، الوحيد اللي يمكن كان عنده أو من القلائل اللي كان عنده الجرأة أنه يرجع يقوله نحن غلطنا ويعتذروا عن الحرب. ولكن بشخصيته الجدلية أنا منا واضحة عندي إذا هو فعلا طوى صفحة الحرب إلى ما لا نهاية، أو في بعض التمظهر بنوع من المثالية التي تشبه القداسة، واللي هي يمكن أثرها كان الكتب الفلسفية والدينية اللي قريها بفترة السجن. ولكن رغم كل هالفلسفة الروحانية اللي قدر فيها بيحكي الدكتور سمير جعجع، ما قدر بعد على انه يعمل مصالحة مسيحية هو والعماد ميشيل عون، واثار الماضي اللي هي منة تاريخية. يعني اليوم اذا منشوف بين مجموعات تانية يمكن في خصومة تعود الى 1400 سنة او 1500 سنة، هن عندهم خصومة عمرها 20 سنة وهي خصومة سياسية، ولكن تحولت نوع من الحقد المتراكم اللي بيأكد لي انه اثنيناتهم وقت اللي بيحكوا بانه طووا صفحة الحرب انه فعلا ما قدروا يطووا. في رأيك دكتور شو بتقول له على الحكي؟ وقتي استاذ حجار بقول له اول شيء هذا عم بيحكي انه منه واثق اذا تمظهر ولا ممارسة سياسية فعلية، ما هو في يشوف قدام عيونه، ما في يحكم عن نوايا. يعني في يجي يقول مثلا انه لا سمير جعجع باليوم الفلاني عمل هيك او عمل هيك او عمل هيك، ما في يقول انه انا مني واثق انه يمكن يكون هاي يعني قصة مظاهر بس. و ممكن كثير يكون حد محب كثير يكون حد وبالتالي بس انا عم كون واضح مش حد، وبالتالي هيدي ما بوافق رأي فيها. النقطة الثانية اخذها هو كمقياس انه ايه بعدنا بخلاف مع العماد عون. نعم خلاف سياسي، ليش هو على اتفاق سياسي مع كل فرقاء سياسيين موجودين على الساحة، او هو على اتفاق مع اراء البعض وعلى خلاف مع اراء البعض الاخر؟ حقد. في حقد لا انت ولا هو عم تقدروا تتجاوزوا. اما قراءته الواقع غير صحيحة، يعني اذا بيتابع الوضع السياسي بيلاقي على انه في طرحين سياسيين مختلفين وفي تموضعين استراتيجيين مختلفين. يعني ليك العماد عون حزب الله سوريا ما بده شيء، نحن تحالف 14 اذار لبنان الحر مثل ما نحن بنفهمه، هل هذا لا يستحق خصومة سياسية؟ كيف تكون خصومة سياسية؟ إذا كان في فرق بالآراء السياسية ممكن في حقد، هذا غير صحيح. يمكن يكون في حقد عند البعض بس مش عندنا نحن أبدا. بالنسبة لنا اختلاف سياسي فقط لغير. وأنا بدي أسأل الأستاذ حجار بالذات إنه هو إذا على خلاف بالرأي السياسي مع أحد آخر نقول في عنده حقد بينه وبين هذاك، غير صحيح. لا يعني مثلا حسن نصر الله تهجم عليك بخطابه، صحيح انت رديت له بالمؤتمر الصحفي وبالطريق بالمعية تهجمت على بالبداية بلشت بعون، لا ما حكيت المرة البشعة الجنرال عون عم تقلت مثل المرة البشعة او بلعلة. لا عم بحكي عن الاسلوب. لا عم بحكي عن الاسلوب انه وقت تفاهموا مع بعضهم انه كنت انا بتامل انه السيد حسن ياخذ يعني مضرب مثل السياسي. اليوم عملته للجنرال عون بطريقته هيك، يعني صار بدل ما السيد حسن بدل ما العماد عون يقتبس من السيد حسن طريقته السابقه بالمنهجيه والتصاريح والممارسه السياسيه، صار العكس انه السيد حسن اقتبس من العماد عون طريقته هيك بالتصاريح السياسيه. هذا اللي قصدته. ايوه شو مشكلتك ليش مع تصاريح الجنرال عون؟ مثل مشكلة كثيرين من الناس، يعني أنا بتقديري منا تصاريح يعني مرتبطة مع بعضها مش كلها سوا عندها. يعني مثلا سمعته عم بقول بالآخر أبدا أي حكومة تشكل بقى نقعد نتحاور تتشكل الحكومة. طيب يا جنرال ما أنت من سنة ونص ما راح يصير لهم سنتين سقطوا الحكومة ما كانوا فيها هن، وبالوقت يلي تبع الاتفاق الدوحة ما كان لازم يسقطوها. يعني هذا كان اختراق لإسقاط الاتفاق الدوحة، سقطوها، لا عملتوا طاولة حوار ولا شيء، وجيتوا بأكثرية معتورة تأخذتوها بقوة ووهج السلاح الذي لدى حزب الله، شكلتوا حكومة جديدة وحدكم. طب ليش هلأ صار بدك أنه تطبق حوار؟ يعني ما بده يكون في منطق بالعمل السياسي. هي قصدي انه بكل لحظه ممكن يقول لك اللي بدك اياه بس هيك من هذا. بس في 50% من المسيحيين اليوم معه. من رايك انا مينيموم يقال على لا الاقل؟ لا هذا غير صحيح على الاطلاق. كيف نعرف اذا صحيح ولا لا؟ كيف تعرفي مثلا اكثر من كراسي؟ لا بال 2009 بالانتخابات اخذ 50% من الصوت المسيحي. بس مثلا هلا بحكيك عن اسبوعين ثلاثه انتخابات الانديو يلي هي جامعة مسيحية بامتياز
الايو اللي هي كمان جامعة بنسبة كتير كبيرة مسيحية. كل الاماكن المسيحية الصافية يخسر فيها عون. وين بيربح مثلا؟ بالاماكن اللي يوجد فيها تواجد لحزب الله وامل يعطوا صوتهم مثلا بقضاء بعبدة في لبنان او بجزين او بجبال بينما المناطق المسيحية الصفر. يعني ماكسيموم 2009 كان 50% 50%، ولكن بالوقت الحاضر تغيرت الموازين، اصبح اقل اصبحنا اكثر. والانتخابات القادمة هي قادمة بالفعل، قادمة. وعم بتقول انت لازم تكون قادمة وستربح بغض النظر اي قانون. بالضبط، بالوقت الذي يجب ان نختار فيه القانون الافضل بغض النظر عن انه اذا كنا بنربح ولا بنربح بكيفة القوانين، بس اصلا لازم نروح على القانون الافضل. يعني اذا فيك تطلع من البيت بحيالة ثوب، مش معناتها تطلع من البيت بحيالة ثوب. لا، طيب قانون النسبية مش الافضل للمسيحيين كلهم؟ لا، مش هذا رأينا. الافضل هو قانون دوائر الصغرى، لانه قانون النسبية اسمه عليه قانون النسبية، نسبة لعددي. معناتها جيتي انت على الديمقراطية العددية بشكل اتفاق الطائف، اتفاق الطائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين بغض النظر عن الاعداد. وبالتالي قانون دوائر الصغرى بيمكنك على انه صراحة تقربي قد ما فيك من هالمناصفة. طيب اسمح لي روح لإعلان بسيط ونرجع معك. أوكي. إعلان مشاهدينا، لحظات نعود إليكم. علاقتك بإسرائيل. نعم. أنت بالنسبة لكثيرين رجل متعامل مع إسرائيل. نعم. إسرائيل في لبنان، طبيعة العلاقة اليوم مع إسرائيل. البرنامج برعاية لكسس ال اس 2013 اتجاه مذهل. عام 1983 اقترح السيد إي جي تويوتا رئيس شركة تويوتا فكرة طموحة لم تخطر إمكانية حصولها على بال الكثيرين حتى في شركته، وبعد 6 سنوات من التطوير كانت النتيجة سيارة أذهلت العالم، لكسس ال اس. امتازت بأول مصابيح LED، أول ناقل حركة أوتوماتيكي ب8 سرعات، مع وضعها معايير جديدة لبراعة الإتقان، وفازت بالعديد من الجوائز طوال مسيرتها. والآن تتجلى LS بمزاياها الفريدة لتستمر أسطورة في صناعة السيارات الفاخرة. Lexus LS 2013 إبداع مذهل. Cappuccino para el jefe. Hey. Cappuccino, cappuccino. نفسك بنكهة غنية ما في مثلها، نسكافيه كابوتشينو، رغوة غنية لا تقاوم. استمتع الآن بظرفين مجانا في كل عبوة. كنت بتمشي على يدك؟ حتى لو كان ابنك يمشي على يده ولا يهمك، وحتى لو طبقنا الخم طبقتين كمان، تايد يذيب الأوساخ حتى في أصعب الأماكن مثل الأكمام، عشان يعطيك بياض تايد المضمون مهما يكون. ساعة وراجع مهما يكون بياض تايد مضمون. يوه خير يا فايت، أكيد طول النهار عند الكوافير، أكيد كل يوم حمام زيت وبلزة وغسيل وتسريح. يا حرام شكله حيسقط بالمدرسة. إمهات آخر زمان. الحل هل مع بيرت، لأن بيرت مستوحى من الخلطات العربية التقليدية بيعطي الشعر نعومة وترطيب وأكيد كل التوفير. أكيد مو الأول، لا تكوني مفكرته عبقري زمانه. شعر جذاب بلا عذاب، بيرت. مختلف الأطفال يحبون النوم بوضعيات مختلفة، ولكنهم جميعا يحتاجون لليلة نوم هانئ، ولهذا تحتوي بانبيرت نشاط وحيوية على طبقة سحب سريع تمتص الملل بسرعة عالية. إنها تحمي طفلك من التسرب طوال الليل وفي أي وضعية، فينعم بصباح جميل. بامبرز نشاط وحيوية، حفاظة بامبرز تعني ليلة جافة. هل لديك شعر غير مرغوب فيه تودين إخفاءه؟ براون سكيبيت 5 تزيل أكثر الشعيرات لنتائج تعجز الحلاوة عن مضاهاتها. لي
لترتدي أزياءك المفضلة متى أردت مع من تحبين. براون تيكي بي 5 فقط من براون. وتوفر 20% في كل غسلة. جربي الآن داون المركز ووفري. شايفي تلف بشعري؟ أكيد لا، لأنه أخيرا عالجته. خلينا نواجه الواقع مع الحلول السطحية، التلف رح يضل يرجع، والحل الحقيقي معالجة المشكلة من أساسها. جربي نظام بانتين الجديد، لما الشعر بيفقد البروتين بيتلف. تركيبة بانتين بروفي المتطورة بتمنع فقدان البروتين وبتمنع حماية من التقصف لمدة 3 شهور. أخيرا لقيت الحل ليضل شعري دايما صحي. تذكري بانتين لا تنسي التلف. هذا البرنامج برعاية لكسس ال اس 2013 ابداع مذهل. أهلا بكم مشاهدينا، وأرحب بضيفي دكتور سمير جعجع رئيس قوات لبنانية. نحن اليوم في بيروت في معراب. دكتور، نحن عنا صفحة على الفيسبوك، ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن أنه أنت رح تكون ضيفنا في بعض المرحبين، ولكن هم للأسف يعني كانوا قلائل، للأسف لألك يعني أنا بدي أحمل لك الخبر. في صور اليوم ثابتة في ذهنية الكثيرين عن سمير جعجع. رح انقل لك بعض الأسئلة وأنت بتجاوبني لو سمحت. في عنا كنان حبيب من سوريا يقول: ألا تعتقد أن لبنان بدون حزب الله سيقع في فخ احتلال إسرائيلي جديد؟ أقول للسيد كنان، قبل وجود حزب الله هل كان لبنان في فخ في احتلال إسرائيلي جديد؟ أكيد كلا. يعني لبنان كيان مستقل قائم بحد ذاته، عضو ثابت في جامعة الدول العربية وفي الجمعية العمومية للأمم المتحدة، عنده جيش وعنده مؤسسات وعنده شعب. يعني حزب الله مثل وجوده مثل عدمه اليوم؟ أنا برأيي أكثر من هيك. وجود حزب الله يعرض لبنان أكثر بكثير مما يؤدي إلى حمايته. ما يؤدي إلى حماية لبنان هو كيان السياسي الدبلوماسي ووجود الجيش اللبناني على حدود اللبنانية. بس هو عامل حاجز ردع، عامل توازن رعب. أنا لست من هذه النظرة، هذا غير صحيح. أنه يحاولون المسؤولين في حزب الله إظهار الأمر بهذا الشكل، ولكن لا أعتقد أن هناك توازن. إذا أردنا أن نتكلم بالتوازن العسكري الفعلي، هذا ليس صحيح. يعني نحن من قبيل معنويات ومن قبيل ومن قبيل نقول نعم وكذا، هذا ليس صحيحا. ما يدافع عن لبنان هو وحدة شعبه، هو وجود دولته وجيشه. طيب دكتور، علاقتك بإسرائيل؟ نعم. أنت بالنسبة لكثيرين رجل متعامل مع إسرائيل. نعم. رجل إسرائيل في لبنان في لحظة من اللحظات. طبيعة العلاقة اليوم مع إسرائيل؟ هذا كله غلط. اللي صار أنه بأيام الحرب اللبنانية كان كل فريق من الفرقاء اللبنانيين المسلحين يتناول أسلحته وزخيرته وتقنياته العسكرية مما كان. في البعض أخذها من روسيا، في البعض أخذها من هون، في البعض أخذها من هون. للأسف، وبقول لك للأسف صراحة، بأوائل أيام الحرب
فريقنا أخذ أسلحة وذخائر وتقنيات عسكرية من إسرائيل للضرورة القصوى. تعرف الضرورات الكيانية الكبرى تبيح المحظورات في بعض الأوقات اللي كل الأسف بعد استلام لقيادة القوات اللبنانية في سنة 86 بدأت أقيم علاقات مع الأطراف العربية، بدأت مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم انتقلت إلى العراق، مصر، الجزائر إلى آخره إلى آخره. وقبل نهاية الحرب كنت قد أنهيت العلاقة مع إسرائيل. وبالرغم من كل هذا يتهمون الآخرون خصوصا النظام السوري وحزب الله بالعمالة الإسرائيل، بالعمالة الإسرائيل. الوحيدين الذين كان ممكن أن ينطبق عليهم هذا الوصف هم الذين كانوا حلفاء فيما بعد للنظام السوري ولحزب الله. إسرائيل اليوم بالنسبة لك عدو؟ طبعا 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 أنا مواطن لبناني صالح عند اللزوم طبعا، ولكن بخلاف نظرة حزب الله الإيديولوجية أي طرف إن كان عدو ولا شقيق يحاول الاعتداء على أي لبناني أو على أي أرض لبنانية أو أي أحد هو أيضا سيكون يجب أن يحارب. طبعا إذا حاول إسرائيل القيام بأي اعتداء على لبنان نحن في الطليعة. بس أنت بتتقبل وجودها بالمنطقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ هذا بحث آخر، إن هذا بحث إيديولوجي. هنا موقفنا تحدده تماما يحدد الإجماع العربي كما ورد في المشروع العربي للسلام في القمة العربية التي انعقدت في العام 2002 مثلا. هذا موقف إيديولوجي، هذا بحث آخر مختلف تماما. لا أحد منا يستطيع إكراه الآخر على موقف إيديولوجي معين. هناك مشروع عربي للسلام وافق عليه بالدرجة الأولى كل الدول العربية والفلسطينيون بالذات. صبرا وشتيلة، علاقتك بصبرا وشتيلة؟ ولا شيء ولا أي شيء. لست أنت وراء مسارة صبرا وشتيلة؟ ولا أي شيء، لا من قريب ولا من بعيد. أنا لا أريد أن أدخل بالتفاصيل خصوصا بالنسبة لأشخاص الآن أصبحوا في ذمة الله، ولكن أحيل كل المتسائلين عن صبر وشتيلة. ما بدأ شيء، تشكلت وقتها لجنة تحقيق إسرائيلية اسمها كهنة، لجنة كهنة فليذهبوا هناك تحقيق 200-300 صفحة وفي كل التفاصيل وعلى أثارها أدت إلى استقالة إلا إقالة وزير الدفاع آنذاك أريال شارون. وهناك عدة تحقيقات دولية. صبرا وشتيلة بدون معرفتك دكتور؟ أنا كنت مسؤول عن جبهة الشمال، صبرا وشتيلة في بيروت هنا يعني بعيد 100 كيلومتر عن مكانة. هنا الوقائع موجود، الوقائع كلها في تقرير لجنة كهنة وفي تقارير دولية أخرى. أنا أطلب بهذه المناسبة من كل أحد عنده أي شك بهذا الأمر أن يعود لكل التحقيقات الموجودة. هنا تهموا إليه بيئة هذه التقارير صح؟ على الأكيد. خلينا نفيد المشاهدين. على الأكيد. على الأكيد. أنا لا علاقة لي ولا علاقة للقوات اللبنانية كمؤسسة. كمؤسسة. لا من قريب ولا من بعيد بموضوع صبر وشتيلة. وأكبر دليل على ذلك أول علاقة عربية أقمناها كانت مع منظمة التحرير الفلسطينية. طب أنت مع مقاومة المسلحة الفلسطينية ضد إسرائيل؟ أنا مع ما يختاروا الفلسطينيين لأنفسهم. ما بقدر زيد عليهم، ما بقدر زين ظروفهم، ما بقدر أدر محلهم. هذه كلها طروحات نظرية. إذا اختار فلسطينيون مقاومة مسلحة. عم تهرب من الإجابة دكتور؟ لا مش عم تهرب أبدا. يعني اليوم أنت عندك رأي بسوريا، عندك رأي بمصر طبعًا. عندك رأي بفلسطين طبعا مصر. أنا رأي بسوريا هو ما اختاره السوريين لأنفسهم. إيه بس أنا مسألة فلسطين. لفلسطين ما يختاروا الفلسطينيون. إذا اليوم رئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية وأكثرية فلسطين اختاروا النضال المسلح أكون معهم وراءهم بدون أي لبس ولا إبهام. ولكن لا استطيع على انت بتعرف انه ما راح يختاروا يعني بعد اتفاق اصلا. هيدا انا عم بحكي لانه في فصائل اخرى فاذا اختاروا ما اختاروش. طيب اسمح لي لك، رامي من سوريا عم بيسالك هل وقوفك مع ثوره سوريا لانها ثوره شعب مظلوم ينادي بالحريه ام بسبب عدائك للنظام السوري؟ طيب ولماذا لك موقفي من الثوره في مصر في ليبيا وفي تونس؟ وهل كان هناك عدائيه بيني وبين النظام في مصر او على العكس وتونس وليبيا؟ لا، بسبب طبيعة الثورة القائمة في سوريا. لا نستطيع، أنا لا أستطيع أن أكون ديمقراطيا في بيروت وديكتاتوريا في الشام. طيب زكريا بازرتو من سوريا، هل توافق على إلغاء الطائفية السياسية في لبنان؟ كلا، لأنه بالأجواء الموجودة في الوقت الحاضر في لبنان والمنطقة هذا أسوأ توقيت لمحاولة الخلاص مش من طائفية سياسية. من طائفية، نحن يجب أن نتخلص من الطائفية. لا، هو الطائفية السياسية، هو أنا أصحح له. أي تخلص من طائفية سياسية يقتضي أولا التخلص من طائفية، لأنه لا طائفية سياسية بدون طائفية على الأرض. ما تركي الطائفية على الأرض شو بتخلص من طائفية سياسية؟ الطائفية السياسية هي الحل للطائفية الموجودة على الأرض. هذا جزء من اتفاق الطائف اللي أنت عم تقول لابد من تنفيذه. أنا أريد طبعاً, طبعا 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 عم بقول لك إنه هذا أسوأ وقت. بس هون أريد أن أسأل سؤال،
النظام في سوريا ألم يكن كل وقت يقول أنه علماني وعلماني ولا محاصصة طائفية ولا 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 ولا، ولكن ما هو الواقع على الأرض؟ لا يجب أن 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 أن, أن نحاول تغطية القبوات. هل أنت مع اتفاق طائف في سوريا من تجربتك؟ المشكلة في الوقت الحاضر في مكان آخر هي مشكلة بالحقيقة حريات أساسية وحقوق أساسية. لا أدري بعد زوال النظام إذا كان سينشأ خلاف على غرار خلاف اللبناني الذي كان ناشئا، سأتى فيني أحكم إذا كان يستوجب اتفاق طائف أم لا. بس أعتقد أن السوريون مع زوال النظام يمكن أن 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 ممكن أن يعني يكتفوا بنظام ديمقراطي عالي. إذا لم تصطلح الأمور بهذا الشكل يستطيعون الذهاب إلى طائف ما، لكن هذا متروك للأحداث. طيب مصطفى سيفو أيضا من سوريا، ما موقفك فيما لو بقي نظام الأسد إثر تسوية سياسية دولية؟ لن يبقى، هذا افتراضي، مش هذا رأيه؟ أنا رأيي لن يبقى. بس أنت ما كثير بعيد، كنت عم بتقول أنه في يعني في تراخي بأنه يبقى في تراخي لإلحاق مزيد من الخسائر والدمار في سوريا، يعني في البعض هو ما عم بيقول يمكن يبقى بس ما يبقى قوي، يعني يبقى بشكل من الأشكال إلى حد معين، ولكن ليس أنه إلى فترة طويلة. أنه إيه هناك تراخي لترك نظام الأسد يلحق أضرار أكبر وأكبر بعد بسوريا، بس مش إلى حد إبقاء النظام. طيب ديشا سليمان من مصر، ما مصير العلاقات مع مصر بعد تولي الإخوان الحكم؟ استمرت كما كانت قبله، لأنه أصلا علاقتنا مع مصر كانت مع المؤسسات الرسمية المصرية ليس مع طرف أو مع آخر. كانت علاقتنا مع وزارة الخارجية واستمرت، وأنا أشكر وزير الخارجية المصري في زيارته الأخيرة إلى لبنان، خصني بزيارة وتحدثنا مطولا بشأن الأوضاع في المنطقة وفي لبنان. فإذن كانت مع المؤسسات واستمرت مع المؤسسات، كأنه صارت أقوى. يعني اليوم في صحفي مصري عم بيقول يشكرك لأنك مثال المسيحي المسلم. هذا نائب في نائب. في نائب. مجلس الأمة المصري طبعا أكل بعض الانتقادات والهجوم من الصحفيين، لأن هناك بعض هيك بعض مثل الأسماك المتحجرة اللي بقيت من العصور الجيولوجية الأولى في جبال لبنان، بقي بعض الأسماك متحجرة من العصور الغابرة ومن دعاية النظام السوري وحزب الله في مصر، ولكن هذا لا يفسد في الوضع قضية. بقى طبعا يعني لكن ليست أقوى من الأول، هي كما كانت في الأول مع المؤسسة الرسمية. دكتور غياس من سوريا، هل هناك مبرر لخوف الأقليات في سوريا من سقوط الأسد؟ وطبعا الحديث بس باختصار أنه عن أنه يجي نظام أكثر تشددا إسلاميا. يعني أنا ما برأيي في نظام أكثر تشددا من هذا النظام، ولكن إذا كان هناك خوف أو غير خوف يعود لطريقة تصرف هذه الأقليات. يعني إذا كانت هذه الأقليات حتى الساعة مع النظام سيلحق بها أذى، أعتقد إذا كانت لا تشارك في الأحداث. يعني الاثنين أقوى مني، خليني أقعد على جنب. أنا لست مع هذه النظرة للأمور، أن المراهنة خطيرة دكتور بيقوله. الذي لا يراهن لا يكون له مكان على الطاولة يا سيدة. شكرا. بعد فاصل كمال وليد جنبا. هون السؤال أصعب كتير. استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزراعة ورعاية شجرة الاتحاد، مؤسسة دبي للإعلام تطلق حملة شجرة الاتحاد، شاركونا بسواعدكم من أجل وطن أخضر في زراعة شجرة الاتحاد في منازلكم ومؤسساتكم، وإرسال الصور والفيديو إلى موقعنا التالي www.dmi.ae، فيسبوك دبي ميديا إنكوربوريتد، تويتر @DubaiMediaInc، يوتيوب دبي ميديا إنك تيوب. من أجل وطن أخضر شجرة الاتحاد. أهلا بك
بكم إلى هذا الجزء الأخير من المقابلة مع دكتور سمير جعجع. نحن في معراب في بيروت مرة أخرى. دكتور، نحن طرحنا تصويت على صفحة شارع العربي، عندنا 120 ألف مشارك. قلنا هل تؤيد وصول سمير جعجع إلى صدة رئاسة الجمهورية اللبنانية؟ 20% قالوا نعم و80 قالوا لا. كبداية منيح. منيح 20 كبداية. بس طبعا هيدا استفتاء يعني يشمل عرب أكثر من أنه استفتاء لبناني. أنت شوف حالك رئيس جمهورية؟ أنا لو أفكر بهذا الأمر بهذا الشكل أترك الأمور أن تأخذ مداها الطبيعي عندما نصل إلى انتخابات رئاسة الجمهورية. إذا كان هناك أكثرية تؤيدني لما لا، وأكون فخورا بذلك. وإذا لم تكن هناك أكثرية تؤيدني لا، أكمل الحياة السياسية بشكل طبيعي. على الأكيد لن أقوم بحملات انتخابية ولن أحاول إقناع البعض وهيك مرادات البعض الآخر. ورح تسوق نفسك أبدا أبدا أبدا. دكتور، أنا فقرة من الآخر هيك من قلبك بدأ عادة بتكون وبكل صراحة. اخترت اليوم حول شخصيات نسألك عنها بشكل ثنائي، بدي رأيك بكل شخصين مع بعض. ايه بس إذا بتسمح قبل تعليق صغير على قصة رئاسة الجمهورية. ايه واحد يقدر يقدر شو حجم هال يعني شو حجم اللي أخذه، بده يكون بالمقارنة مع شيء آخر، مع أحد آخر يعني ولا شيء آخر؟ مع أحد آخر طبعا. مثل مين؟ ما بتفرق. يعني سألت السؤال قبل مثلا تنشوف على نفس 120 ألف، لأنه هون ننتبه يعني ممكن يكون الرقم صغير جدا ممكن يكون كبير جدا بالمقارنة، لأنه كله بالمقارنة. قلقتك هذه النسبة؟ لا لا لا، بس أنا علمي جدا. مشان هيك كانت بتكون ذات عبرة أو أستطيع أن أخذ منها عبرة معينة لو كانت بالمقارنة مع أحد آخر أو مع مرشحين آخرين. ولكن لوحدة بحد ذاتها بتعرف الشارع عربي طويل عريض، انه مثل ما بينقال السلام لا اسمه يقربنا وما بيرضيه. فممكن يكون الرقم كبير جدا ممكن ان يكون صغير جدا. بس هيك كيف تتوقع ميشيل عون ياخذ تكون النسبة له؟ ما بعرف، في احصاء مماثل حسوا اقرب الشارع العربي؟ ايه لا اقل بعتقد، الا اذا الشارع الايراني كمان بيسود ساعتها ممكن ياخذ اكثر. اليوم جعجع اكثر عروبه من اي قائد مسيحي عربي؟ حسب ما تقصدين بعروبه، يعني مش قوميه عربيه، اكثر قربا من الثقافه. ايه اكثر قربا من القضايا العربيه والدول العربيه والشعوب العربيه، تنكون يعني الامور واضحه جدا. طيب. ما لها علاقه بالقوميه العربيه، شيء اخر مختلف. طيب رياض الصلاح وبشارة الخوري، ايه تريديني أن... شو بيعنوا لك هدول اثنين مع بعض؟ ميثاق الوطني. كميل شمعون وبيير جميل الأب. اثنيتهم رجال كبار وهيك دعائم، كانوا دعائم الوجود المسيحي في لبنان صراحة. بشير وأمين لجميل، شخصيتين مختلفتين، بس اثنيناتهم يعني اولاد بيت عريق بالسياسي ولعب دور كتير كبير. بس هون شخصيتين مختلفتين، مثلا رياض الصلح بشار الخوري شيء اخر يعني قراب من بعضهم. كميل شمعون بيير جميل، ولو كان طريقتين مختلفتين. لا امين جميل بشير جميل بشو مختلفين يعني كيف؟ بالمقاربة الأمور، بطريقة معالجة الأمور، بالمواجهة وعدم المواجهة. مين كان أصلح لرئاسة لبنان؟ يعني فضل ما جيوب طبعا بشير جميل. أنا كنت بالقوات اللبنانية بكل صراحة وهو اللي إجا رئيس لبنان. مين صلب أكثر؟ لا أريد أن أجاوب على هذا السؤال. جاوبت بعدم جوابك بعتقد. كامل الأسعد ونبيه البري. نبيه بري، أنا عندي ضعف تجاه الرئيس بري صراحة، يعني ضعف شخصي، مع أنه بعتبر أنه كامل الأسعد عم بحكي على المستوى السياسي كل الوقت كان يعني كنا نتشارك وإياه في التصور السياسي الواحد للبنان.
لكن على المستوى الشخصي لا أخفيك أن لدي ضعف على شخص الرئيس نبيه بر. بتحبه لنبيه بر؟ إيه. ليش؟ ما فيك تقولي ليش. أنت بتشوفي شخصين يمكن واحد منطقي أكثر من الثاني يمكن كذا، بس تقولي هيدا حبيتي هيدا ما حبيتي هيدا هيك، يعني بتحسي قريب إليك أكثر. بس أنت قلت إنه ما رح تنتخبه لدورة رئاسة تانية. إيه مثل ما إنه مثلا بيي أنا كتير بحبه بس ما بنتخبه على رئيس جمهورية لبنان لأسباب أخرى. فرئيس بري لا، بحس في قرب وفي في مودة بما يتعلق بدورة نيابية أخرى. إذا عشت الأكثرية من 14 أدار لا ستستطيع أن تكون أكثرية مجلس نيابي من 14 أدار ويكون رئيس مجلس من 2 أدار. فأنا الحل الأمثل بالنسبة لي أن يقوم الرئيس بري ب ب ب ب ب بالتحول إلى فريق 14 أدار، هذا يكون يكون كملت مع تمام. فيك تتخيل الحياة السياسية اللبنانية بدون نبيه بري، بدون الطبخة تبعه وال كل شيء منسوب وتركيبات؟ هلا صراحة ما حدا منا يعني لا يستغنى عنه بالأحب التاريخ ككل، لا يعني كل حدا هلا طبعا بالوقت الحاضر الرئيس بري بيلعب دور، بس كلنا سوا بنهاية المطاف ولو بعد حين زائلين بده يجي ناس تانيين محلنا. فتعرف المهم مات محمد وما تعطلت قيمته، وبالتالي انه كلنا سوا ما حدا رح يتعطل من ورانا. القوات بتتعطل بعد جعجع؟ ما بعتقد، خصوصا بالطريقة اللي عم تنشغل فيها قوات الوقت الحاضر. بس العالم بيقولوا غير هيك دكتور، لان بعد مش عم بيعرفوا شو عم يصير داخل القوات. مو بخفيك انه بعد بدها 5 سنين او 7 سنين او 8 سنين ممارسة فعلية تتوصل لهالمستوى، بس اقل هو صارت على الطريق الصحيح. كمال وليد جنبات، هون السؤال، هون السؤال اصعب بكتير. كمال وليد جنبلاط انه كيف بقارنهم مع بعضهم؟ شو حدا بتحبه كثير حدا بتكرهه كثير ولا لا 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 بحبه ولا بكره هون. أوكي. ما صار لي مجال اتعرف هيك عن قرب. طبعا وليد جنبلاط تعرفت له عن قرب بشخص مهضوم ومثقف، للاسف كمال جنبلاط ما عرفته. هلا بعد ما قرات له يعني بس ما فيني الا ما اقول انه كان رجل كبير. اعتقد ان كمال جنبلاط كانت تهمه هيك المبادئ الكبرى والطروحات الكبرى والمشاريع الكبرى اكثر من وليد. رشيد كرامي، عمر كرامي، لا اعتقد ان رشيد كرامي رجل دولة من الطراز الاول، لا شيء اخر، بحث اخر مختلف تماما. انت بريء من دمه؟ طبعا، وساعات بكافة تحول. انا رأيي من ضل هالأسئلة تطرح يجب أن نجلس على الطاولة ونطرح كل قضايا الحرب ونتفاهم عليها. هيدا مهم، الجرأة مهم جدا، بس للأسف الباقيين يتهربوا منها. بيجي بيتهمونا اتهامات ونجي على ساعة الحقيقة. موسى الصدر وحسن نصر الله. موسى الصدر ما تعرفت عليه عن كسب، ما بسمع على حالي أحكم عليه على الإطلاق، ومن وراء تصاريحه أو كتاباته ما بقدر كون فكرة عنه. عن تجربته مقارنة بحسن نصر الله، وبخلاف رأي الكثيرين أنا أعتقد أنهم على يعني على خط واحد. هذا الخط بدأ مع الإمام موسى الصدر ونهاية هذا الخط الآن مع السيد حسن نصر الله، ولكن ليس من هنالك فوارق جوهرية كما يعتقد البعض. هلا أسلوب الإمام الصدر كان أسلوب طبعا مختلف، ولكن باعتقادي أننا أمام نوعية واحدة أقله من هيك التطلع السياسي البعيد المدى، ولو تمظهر مع السيد مع الإمام موسى الصدر بشكل ومع السيد حسن نصر الله بشكل. ماذا بعد حسن نصر الله؟ أقصى تمنياتي أن لا يكون السيد حسن يزج الطائفة الشيعية في لبنان ولبنان بشكل عام، يعني في مآزق أكبر بكثير من طاقتنا وطاقة الطائفة الشيعية على التحمل. أنا بقول لك شغلة صغيرة هلا يعني عم نعيشها، إنه اليوم الشيعي العادي بلبنان يلي هو بصلب لبنان وبصلب تكوين لبنان ومواطن أصيل بلبنان أقلهم مثل غيره، إذا ما كان أكثر من غيره، في روح سوريا؟ ما في روح سوريا. في روح شمال؟ ما في روح شمال. في روح جنوب؟ ما في روح جنوب. يعني ما في إنه حط السيد حسن نصر الله بقالب هيك كتير ضيق وقطع عليها أوصال المنطقة وأوصال حتى بقية لبنان.
وهذا لا يجوز. ربما يقول لأنه الأقوى، هو الأهم اليوم لبقاء لبنان. لا ضد المطامع. لا لست من هذا الرأي أبدا. أنا رأيي وجود حزب الله بالشكل الذي هو موجود فيه هو الذي يستجلب أخطار أصلا لم تكن موجودة على لبنان. رفيق وسعد الحريري. هذا أمر مختلف جدا. مختلف جدا جدا. عرفت الاثنين طبعا، عرفت سعد الحريري عن كثب أكثر، وبالمناسبة أوجه له تحية كبرى لأنه حليف أمين صديق صدوق بشكل مستمر. بشبه بايو اثنينتهم سوا ساهموا إلى حد كتير كبير بتقارب المسلمين والمسيحيين في لبنان. هاي حسنتهم الأساسية. يمكن بعض الناس بينظروا لهم وبشكل عام مثلا في هذه الفترة بالذات، أين هو سعد الحريري الآن؟ هو في الفاتيكان على سبيل المثال الحصر. فأنا برأيي الميزة الأساسية اللي تجمعهم بغض النظر عما يقوله الآخرون هو أنهم كتير قربوا المسلمين والمسيحيين من بعضهم في لبنان. مين أقوى اليوم ب14 أذار؟ سمير جعجع ولا سعد الحريري؟ من يقود التيار؟ هذا ليس بموضوع بحث على الإطلاق. نحن نعمل مع بعضنا، احيانا يكون واحد يعمل اكثر احيانا الاخر يعمل اكثر. عم بيقولوا انه انت تقود تيار المستقبل حتى. لا هذا غير صحيح. تيار المستقبل تيار قائم بحد ذاته وله قياداته وقياداته ما زالت على قيد الحياة وستبقى على قيد الحياة. نحن على تحالف، بس على تحالف متين جدا وعميق جدا مع تيار المستقبل. كانت اخر نتائج انتخابات نقابة المحامين في الشمال على سبيل المثال الحصر. البعض ايضا يقول انك استفدت من غياب وليد جملاط من محور 14 أذار لتقود أنت الموقف. ليس أنا من أسأل. أنا كنت مسرور جدا بوجود وليد جنبلاط صراحة. وأقول لك شيء، في المرحلة التي عايش فيها وليد جنبلاط كان بطلا في 14 أذار. وليد جنبلاط من خلال تحركه هو أدى إلى يعني ساهم مساهمة مباشرة في خروج السوريين من لبنان، في خروجي أنا من السجن وفي خروج كل اللبنانيين من الوضع الذي كانوا فيه. ولكن بعد غياب وليد جنبلاط تعفي نشأ فراغ والطبيعة في وقتها كان بطل وكان صح، وهلأ صار غير بطل وخاطئ. مش بعده لا ما عم بقول أنا لا غير بطل لا مش غير، بس وقتها كان عم بخوض معركة كبيرة. هلأ مش عم بخوض معركة كبيرة، عم بخوض معركة يعني أقل. بركي هو الصح وأنت خطأ، هيدي التاريخ بيحكم عليها. ميشيل عون، سمير جعجع، صديقي العزيز. يا الصداقة هيدا تعريف جديد للصداقة. لا كل شيء يعني ميشيل عون وسمير جعجع. لا شخصين مختلفين تماما كليا يعني اختلاف كلي بالطبعين يعني وبمقاربات وبممارسة وبكل شيء. بس طبعا هذا كان ممكن أن لا يفسد بالود قضية. هلا الخلاف الأساسي بالفعل هو خلاف سياسي. بتعرفي حضرتك بتعرفي لأنك عايشت أشخاص وقياديين وسياسيين، ذكر حدا عندك حقد عليه أو عندك شعور سلبي ببين على الشخص. أنا ليس هذا وضع تجاه العماد هون. أنت على فكرة عفوا بس بتضحك كل ما قالك ميشيل عون. لا في ابتسامة بتطلع. لا مش قصة فسرها أنت فسرها. لا لأنه صراحة في بعض هيك طريقة يعني في بعض التعبير أو يمكن طريقة التي يتناول فيها بعض الأمور. لا أنا قصدت أنه عندك تعبير خاص فيه، فقد يكون من باب شعور خاص. ما بعتقد أنه محبة مثلا. تعرفي لا على الأكيد لا أحمل حقدا لأحد، هي على الأكيد ولا بغضا لأحد. أحمل مواقف سياسية واضحة. أوكي. سجن السجن السياسي ماذا علمك؟ وهل علمته أنت؟ ماذا علمته؟ أنا أعتبر أن فترة اعتقالي السياسي كانت اعتقال سياسي هي الأهم في حياتي. لأنه قد ما تعمل قد ما تقوم بإنجازات مادية، الإنجاز المادي مدى قصير، الإنجاز المعنوي هو الذي يستمر عبر التاريخ. أنا يكفيني أنه بعد 10 سنين ومئة سنة ومئتان سنة وثلاثمئة سنة سيقول هيك جيل من الصبية يتربون في لبنان أنه كان في التاريخ شخص لم يتورع عن أن يذهب إلى الاعتقال بدون أن يعرف أنه إذا كان
سيخرج حيا من هذا الاعتقال ولا مجرد لعدم الخضوع أو لتغيير أي شيء في طروحاته السياسية أو للعب بقناعاته. كان عندك خيار دكتور؟ أنا معلوم كان عندي خيار. أول شيء المساومة، ما تنسي أنا عرضت علي الوزارة بين 90 و 94 مرتين، مش عرضت علي، عين وزير ولم أنتحب. بس أنت كان بدك أكثر لأنه صح؟ لا اوكي، بس كان فيني انه ارضى بقى اقل. لو القصه اصلا تمام، ما قبلت بالتسويه يعني. لا ما قبلت بالتسويه كده بالوضع كله اللي كان قائم. النقطه الاخرى كان فيني اترك البلد، هذا خيار كثير بسيط. وبكافه الاحوال قبل اعتقالي بشهر وشهرين ارسل لي عده مرات القول انه هلا الوضع هي ملائم اترك البلد، ولم اترك البلد. لا كان عندي خيارات اخرى اقل له ترك البلد، هذا على الاكيد يعني. حتى اخر لحظه كان هذا خيار، لانه كان تفضل سلطه الوصايه ان اترك بلد على ان ياخذوا عناء اعتقالي وفبركة ملفات، وعرفت كيف ستحدث ضجة ما. بينما لو تركت البلد انا ورحت انا وزوجتي قعدت برا بالخارج كان يقولوا شفتوا لك وهذا. نعم. العكس. دكتور بدي منك كلمة، جملة بسيطة للعرب اليوم، نحن الشارع العربي، بدي جملة انت بتعرف كيف يفكروا فيك. ربما على مستوى القيادات وضعك افضل بالنسبة للشارع، انت عم تقول هو بسبب يعني صور بثت كاذبة خطأ عنك. بدي كلمة اليوم للشارع العربي. أنا لست من صوروه لكم، أنا من هو. أتمنى على كل مواطن ومواطنة في الشارع العربي أن يروني على حقيقتي وأن يتابعوا تصاريحي وخطواتي السياسية وليحكموا بعدها، وأنا أقبل بحكمهم كيفما كان هذا الحكم. شكرا لك. أهلا. دكتور سمير جعجع رئيس قوات اللبنانية، شكرا لكم مشاهدينا. هذه الحلقة انتهت بهذه الرسالة مباشرة إلى مشاهدين الشارع العربي، والحكم لكم. إلى اللقاء. سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية ضيف الشارع العربي.